مرحبا، معكم معاذ من 2M Technology. اليوم حنتعلم سوا كيف منحول الـ DVR من انه يسجل 24 ساعة الى انه يسجل وقت الموشن، وقت يكون في حركة فقط. هلا هي الخاصية بتمكننا من استخدام الهارد درايف لوقت اكبر، لانه ما حيسجل طول الوقت، هو حيسجل فقط عند وجود اي حركة من امام الكاميرا. هلا كيف فينا نعد هي الميزة؟ من حد نكبس منيو بالريموت كنترول او عنا بالبانل الموجودة ب دي في ار منيو، بنروح على السكيدجول. هلا مثل ما احنا شايفين هون في كاميرا وفي داي. هلا نحن اوريدي عملنا تشيك على اول داي اند اول كاميرا، فينا نعمل يعني تشيك وان تشيك، يعني حسب انت وين بدك. فينك تنقي الايام، فينك تنقي الكاميرات حتى. هلا هون السيجمنت 1 فينا نحدد الاوقات. هلا هون نحن حنعملها 24 ساعة، انه بساعة 0 ل 24 اي وقت بصير موشن هو نحن حنسجل، بنحولها الارم تايب، بنحولها لموشن. نحن هلا بنحط سيف، تمام. هلا بنرجع على الواجهة الاساسية وبنحط ريكورد. هلا نحن بلشنا تسجيل بشكل عام. هلا هاي الكاميرا مثل ما احنا شايفين رقم 7 ما مكبرة، هلا بلشت معنا التسجيل. هلا بتوقف تسجيل لانه ما في اي حركة امامها. هلا انا حقرب ايدي، بردت شعل الضوء الاحمر بالزاوية اليسرى تحت مثل ما نحن شايفين. هلا بترجع هي لوضعها الطبيعي بعد فترة معينة. رجع اذا بنلاحظ هون بالزاوية اليسرى تحت رجع ضوء اخضر. اذا برجع بقرب ايدي ترد بتسجل. ان شاء الله تكونوا استفدتوا معنا. لا تنسوا من متابعتنا وشوفوا كل شيء جديد على يوتيوب شانل. زورونا على الموقع www.2mtechnology.net.